الخير مدام صفاء منوره الدنيا كلها. انا سعيده جدا ان انا بشارك معاكم في ساعه صفاء، وبالذات لما يكون فيها النجم الكبير الفنان الكوميديان اللي علمنا يرسم لنا البصمه على وشنا، استاذ سعيد صالح. استاذ سعيد، انا مش عارفه انت فاكر شغلنا مع بعض ولا لا، احنا مش اشتغلناش مع بعض كتير، لكن انا فاكره ان اول مره اقف قدام كاميرا السينما كان مع حضرتك فيلم اسمه ابن مين بسلامته، واخراج الاستاذ حسن السيفي، وكان معانا استاذ يونس شلبي، وتعلمت منك يعني ايه سينما، يعني ايه اشتغل في السينما، يعني ايه اعرف اجيب البصمه من غير ما اعمل حركات. انا فاكره كويس الفيلم ده وفاكره كويس. انا عايزه افكرك بس، فاكر صينيه المحشي الجميله اللي قعدنا كلها كلناها كانت محطوطه، وانت قلت لي خلي بالك يا مرة عشان هتتخني. انا فاكره كويس الكلمه دي، كنت دايما كل ما اكل اي وقت باكل فيه حاجه دسمه افتكر كلمتك وبخاف منها جدا. استاذ سعيد، دلوقتي انا معلش عايزه اوجه لك سؤال يعني ملح عليا شويه. انا عرفت ان حضرتك دلوقتي بتالف وبتلحن اغاني ومتجه كده لاتجاه موسيقي معين، يا ترى نجم كوميدي زيك عنده حصيلتك الكوميديه، حصيله اعمالك الكوميديه عنده مدرسه خاصه بيه، مدرسه الكوميديا السياسيه، وديت اللي احنا مفتقدينها دلوقتي في ظل الكوميديا اللي مش عارفين كلها افيهات بيشتروها ويرموها للناس وشباب يكرروا. يا ترى انت لقي نفسك في التلحين وفي التأليف؟ يا ترى الاتجاه الموسيقي اللي انت فيه دلوقتي ادالك قد اللي خدته من الفن ومن التمثيل ومن الكوميديا اللي انت كنت واحد من اهم رموزها ومدرستك من المدارس المعدودة على الصوابع في الفن الكوميدي؟ السؤال ده نفسي تجاوب يعني. انا كان عندي الفرصة في بدايه حياتي في اول المشاغبين والعيال كبرت والحاجات دي ان انا اكبر ممثلين في مصر، عندي الفرصه متاحت لي الفرصه ان انا، بس ده ما كانش يكفيني. انا اختفيت عن التمثيل فتره لان لقيت اكتر من التمثيل، ان انا ايه، انا عباره عن جمله دراما. يعني انا في المسرح مش ممثل، انا ممثل وبساعد في اخراج كل المسرحيات اللي انا بشتغل فيها، وبفهم في الديكور وبفهم في الاضاءه وبفهم في اي حاجه في المسرح. ما كانش ناقصني ان انا اغني، ان انا الحن عشان اعمل الشكل اللي فاضل. فانا بقيت يعني انا ايه، انا عملت اعمال ليا، انا بعتبر كل لحن عملته دور زيه زي المشاغبين والعيال كبرت دور. فبقت الادوار الموسيقيه كترت عن ادوار السينمائيه، يعني اما تنتهي حياتي قبل ما اغني تبقى بقى ما فيش غير التمثيل اللي انا مثلته. لما انا هتخلص حياتي هتفضل الغنى اللي انا غنيته ده على الاقل على قد الناس الشعراء اللي كتبوا دولت. الغنى كان اوسع لي في التمثيل من التمثيل نفسه. يعني انت خدته بس، لا ما دي كمان نقطه غريبه، يعني هل انت فكرت ان ازاي تخلي بس الناس تفتكر في ادوار تمثيليه؟ لا ممثل بقى جوه المسرح كل حاجه. ابقى ممثل الشامل اللي هو ممكن يلحن. انت ممثل شامل من زمان؟ لا، لان انا اكمل كمان ان موهبه الحين جات لي، بقول لك بغرابه، انا مش قاصد، انا كويس وبكسب في التمثيل جدا جدا وهتفوق وهاخد وبشتغل في السينما، كل السينما اللي بشتغل اللي بحبها والمسرح اللي انا بحبه، انما انا فجاه رحت متمرد على الفنانين المتحدين، قلت لا الناس دي بيضحكوا بس، انا مش عايز اضحك بس، انا عايز اضحك واعمل مشاكل واعمل مشاغبه واعمل حاجات، لغايه ما جت حكايه التلحين دي، وان انا الاقي ايه كمان صور كتيره جدا كنت مفتقدها وانا ممثل. بس انا عايز اقول لك ان بدايه نجاحك والضربات الكبيره اللي عملتها بدات انا سعيد صالح تفوق تماما عن سعيد صالح الممثل. انا حسيت انت حسيت ان التلحين لما لحنت كمان بقيت سعيد صالح اكبر من ممثل قوي كتير، ارقى ارقى انواع التمثيل اللي انا كنت. ما انت لا تعطي الحانك لاخرين، انت بتعطيها لنفسك بس يا سعيد، واللي هيحتاجها في المسرح وفي المكان الكويس، انما مش فيديو كليب وان انا اطلع زي الناس اللي هم بيشلحوا. انا مش هشلح انما هغني. هغني، واللي هغني واللي هيغني زيي هياخد مني الحان. على العموم انا سعيده اولا وفرحانه جدا ان اول اعلام يحظى بتسجيل غناء لسعيد صالح والحانه هو احنا. الحمد لله. وانت عشان انت عزيز عليا. الله يخليك. يعني انا عايزه اقول ان دي النقله الكبيره اللي انت عملتها، حته التلحين. نفسي اعرف مين اللي اكتشف فيك او حس بيك كده وشجعك التشجيع ده انك تبقى ملحن. انا واصحابي
اللي سمعوني. يعني انت كنت واثق في راي اصحابك؟ طبعا، بس رفضت ان انا ابيع اي اغنيه عشان ما حدش يشتريني، يقول لي دي عجباني ولا دي مش عجباني، الا انا اديهولك خده. انما تقول لي لا دي حلوه ولا، لدرجه ان اي حد تعجبه اغنيه عندي وعايز يسمعها احلف عليه انه مش هيسمعها طول ما انا عايش، مش هيسمعها مني، يسمعها من كسل بقى. ما هو الفنان ده بينتج ويفرز للاخرين. انا بفرز، ما انا بفرز. طيب ما انت عملت فرقه لحسابي يتناولوا الحانك. انا عندي المسرحيه بتتصور وهتتذاع وتسمع لها وعندي الشرايط مسجله وانا اسجل وانا اللي اعيد وانا اللي اوضب وانا اللي اعمل كتير بس قوي. يمكن الدنيا اختلفت يا سعيد برضو، انه لازم اللحن ده ممكن يغنيه واحد تاني، ممكن يغني واحده تغني، اللي عايز يغني يغني، بس يغني في بالصوره اللي انا عايز اللي عايزها. مش الغنى اللي في الهوجه ديت ما ينفعش. في الهوجه اللي موجوده دي انا ما ينفعش. بما انك انت عملت ليك بعمله في المسرح بقى، شخصيه خاصه ومدرسه خاصه، بعمله في المسرح. ممكن في وسط الهوجه دي تتميز اغنيه ليك بطريقه معينه. هقول لك حاجه، في اغنيه نعم انا غنيتها لحنتها سنه 82، انا ملحن من 82 يعني بقالي دلوقتي حوالي 23 سنة بغني ما شاء الله. فوجئت بسنة 91 واحد بيغني اغنية نفس اللحن بتاعي. وما سمعكش ولا سرقها ولا سمعوها حطوا عليها كلام تاني وغنوها وقالوا التلحين من التراث. فروحت عامل اول حاجة عملتها رحت عامل عضوية نقابة المهن الموسيقية. انا عضو نقابة المهن الموسيقية. ايوه انا في قلت له تعالى هطلعين امك. الاغنيه دي حان قال لي يا استاذ احنا بس معرفناش الا دلوقتي وبتاع وهي اللحن الاساسي بتاعي يعني. وعملها كان مطرب اسمه محمد محي، مطرب لذيذ كده. محمد محي طبعا معروف. اغنيه كان بيقول انا حبيته انجرح قلبي. اول اغنيه غناها انا لديت هي دي. انا تلاقيت واخد الزين دي. هي دي بتاعتك؟ دي بتاعتك. طب وعملت ايه سعيد لما هو غناها؟ خلاص غناها، بس بيقول بقى انها ارتحت بقى يقول دلوقتي كده؟ طبعا.